اسمعوا معي واعلموا أنه كما استطاع أولئك النبات فنحن أيضا نستطيع. إنه كما استطاع أولئك النبات نحن أيضا نستطيع. عندنا والله من أخبار الشباب الثقات العفيفين الذين يراقبون الله ويعلمون أنه سميع بصير وأنه هو الحق المبين. إليك هذا الخبر الذي نقله لي والله أحد الثقات الذين أعرفهم، ووالله إن هذا الخبر حق ويقين. فاسمعوا بارك الله فيكم لتعلموا أننا لازلنا بخير وأن عندنا أتقياء أخفياء أنقياء. حدثت هذه القصة لشاب في العشرين من عمره، ومنذ وقت قصير هو مؤذن مسجد يحفظ القرآن، عرف بحسن الخلق والأدب، أعطي شيئا من الوسامة والرجولة والجمال. كانت الليلة ليلة خميس، وكان خرج صباحا لزيارة جده وجدته في قرية قريبة من مدينته، وهو من شباب جدة على الشاطئ الغربي. خرج مع مجموعة من الشباب إلى قرية يقيم فيها جده وجدته، خرجوا لتوزيع التمور على العوائل الفقيرة وتوزيع المعونات ودعوة الناس لتوزيع الأشرطة والكتيبات هناك. لما انتهت مهمتهم رجعوا هم وبقي هو عند جده وجدته. فلما حان وقت النوم أراد أن ينام في المجلس، فقال له جده: اذهب ونم في الغرفة الخلفية من المنزل حتى لا يزعجك الأطفال، وسأوقظك لصلاة الفجر. ذهب صاحبنا إلى تلك الغرفة وافترش فراشه وذكر الأذكار ونام. كان عند بيت جده خادمة صغيرة في السن ظاهرة في الجمال. فلما جاوزت الساعة الثانية يقول الشاب: أحسست بباب الغرفة يفتح ويغلق عدة مرات فلم أهتم بذلك، كنت أظن أني في حلم ولست بيقظان. وفجأة وبدون مقدمات إذا بشخص قد نام بجانبي واحتضنني وبدأ يوجه لي القبلات. فماذا حدث؟ تخيل نفسك في هذا الموقف وهذا الامتحان. تخيل نفسك في هذا الموقف وهذا الامتحان والابتلاء العظيم. لا أحد يراك ولا أحد يسمعك إلا السميع البصير. فهل ستجعله أهون الناظرين إليك؟ اسمع وعاك الله. قام صاحبنا من فراشه ودفعها بقوة وصفعها صفعة على وجهها، ثم لبس ثوبه وذهب إلى المسجد خائفا وجلا، وجلس يبكي حتى أذن الفجر. سبحان الله، هو يبكي وكثير من الشباب يضحكون ويفرحون بمثل هذه الفرص التي عنها يبحثون. سيضحكون لكنهم ربي سيبكون كثيرا وسيندمون. فلما أصبح الصباح أخبر الشاب خاله بما حدث، وتم تسبير الخادمة في أقل من أسبوع. يقول: مر والي الخبر ونقله، ثم لاحظت المرض على صاحبي بعد هذه الحادثة من شدة الموقف ومن شدة خوفه من الله. ولازلت أسأله وألح عليه بالسؤال حتى أخبرني بالخبر وأقسم علي أن لا أخبر به أحد. يقول: من نقل لي الخبر والله ما نقلته إلا للمصلحة، والله ما نقلته إلا للمصلحة، لله ضره. وكثر الله لنا من أمثاله الذين يقرؤون سورة يوسف ويتعلمون منها العفة والإحسان. ألا فليبشر بالخير هو ومن مثله، فإني أحسبه والله حسيبه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله. أحسبه والله حسيبه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، إني أخاف الله، أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة
أنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية ويدرون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقبى الدار أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.